أخبار اليوم. أنا الدكتور أحمد سعد المعتبر من قرية ضمرو ومقيم في المحلة الكبرى، واللي هي عيادة بطارية بتاعتي في قرية ضمرو قدام قوة مصباح. وطريقي دايما المحل ضمرو، محلة حسن المحلة. فكل يوم إن شاء الله الصبح بروح مثلا الساعة 9 وبرجع الساعة 9 بالليل. فيوم الخميس اللي فات فأنا مروح في معادي، فعند المطب قبال عزبة الشيخ رمضان لقيت عربية هونداي أكسلانت بيضة وقفت اعترضت طريقي، ونزل منها ستة مسلحين لابسين أقنعة على وشهم ومسلحين. فجيت أقاوم، قاموا ضاربني بطلقة في رجلي اليمين ومسكوني بدبشك البندقيات، فتحوا دماغي أكتر من 20 غرزة وضربوني بجسمي كله. فاستسلمت، فشالوني حطوني في العربية ودخلوا بيا من شارع معرفش ايه بقى، من طريق ترابة، بس كنت حاسس ان في مطبات، وقعدوني في الكرسي الوراني واتنين ركبوا عليا وغطوني بشوال. انا حسيت متهيألي ساعة الا ربع قد ايه مش عارف، وودوني بلد معرفش انا فين. انا نزلت متغمي العينية وقافلين بقي ورابطين ايدي ورجلي ورموني تقريبا يومين، لحد النهاردة فوجئت الحكومة الله يبارك لهم داخلين عليا وحرروني، ومسكوا آلي ومسكوا خرطوش وحاجات كتيرة كده. بس أنا كنت قايم، لأن أنا بقالي يومين ما مش عارف الليل من النهار، أو إحنا الساعة كام ولا في إيه. وكانوا طالبين مني 1,000,000 جنيه، فكل شوية أقول لهم طيب حاضر، يقوم داخلين عليا الكلب يقعد يعض فيا ويضربوني، بهدلوني حضرتك أحسن بهدلة، بهدلوني أحسن بهدلة، ودماغي مفتوحة ورجلي من تحت مش قادر أدوس عليها، وجسمه كله مدغدغ من كتر الضرب، وكل كلب عليا كل شوية كل ساعة يدخلوا كلب يعض فيا. هم طلبوا من أهل حضرتك؟ وطلبوا من أهلي 1,000,000 جنيه، حتى قلت لهم نحاول نخلوهم نص، قالوا هو 2,000,000 وآخر كلام 1,000,000، إن اتكلمت كمان كلمة هتدفع الـ2,000,000 والجزمة على دماغك. حاولوا يفاوضوا عن طريق مين؟ حاولوا، خدوا حضرتك التليفون بتاعي وخدوا منه، سرقوه وخدوا منه الخط ويحطوه في التليفون من بتاعه، وكل شويه يقوموا فاتحينه وفاتحين السبيكر ويقولوا خد اتكلم، اطلب من اخوك، اطلب من اخوك الثاني، اطلب من حاجه سوق الطحان، اطلب من مين، ويتنهم قاعدين معايا لحد ما اطلب 5 6 7 مرات، وبهدلوني احسن ما ذلك. كان عددهم كم واحد تقريبا؟ هم في حدود سته.